السلام عليكم سي امين. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بزاف السيدات خداو دي زاكسسوار ديال الحمام وسطاو اليوم بغاو شي حاجه اللي تكون ما كتصديش، مع العلم كاين اللي كيكون ساكن حدا البحر في مناطق ساحليه كيسطاو اليوم دي زاكسسوار. سؤال مهم بزاف، وهذا المشكل صراحه عند بزاف ديال الزبناء ديالنا، كيجيو كيقول لك خديت دي زاكسسوار قالوا لي ما كيصديوش اينوكس وفي الاخر صداو اليوم. حنا كننصحوا دائما بالالومنيوم، الالومنيوم لا يصدأ نهائيا، وعندنا موديلات ان شاء الله نبارطاجيو معكم في هذا الفيديو. شوفوا الالومنيوم تبارك الله الشكل ديالو الراقي اللي كيبان انيق، وفي نفس الوقت لا يصدأ نهائيا كما تشوفوا كوان ثلاثه ديال الطبقات، في الطبقه الاولى الثانيه الثالثه بهذا الديزاين اللهم بارك، جاي شكل انيق، ديكور زوين، موديل جديد في السوق، الثمن ديالو فيه واحد الثمن زوين بزاف، واليوم 299 درهم، درنا ليه 230 درهم فقط، لا يصدأ نهائيا، واخا تكون اونفاس مع البحر، المناطق الساحلية، سيدي رحال، يعني أكادير، الرباط، الدار البيضاء، الناس اللي اونفاس مع البحر، مع تكثر التدواج، لافابور، أي حاجة ما تخافش منه نهائيا، الثمن 230 درهم فقط. كاين عندنا أيضا موديلات جداد تا هما تبارك الله، كاين عندنا هذا الموديل هذا تا هو راقي، موديل كلاسيكي الأول، تا هو فيه ثلاثة طبقات وفيه تا ديال جوج طبقات. بالنسبه لهذا غادي يبقى لكم 180 درهم، وعندنا ايضا ديال جوج ديال الطبقات كما تشوفوا كاليتي ديالو حتى هو تبارك الله لا يصدأ نهائيا، مضمون مدى الحياه 130 درهم فقط. بالنسبه للسيدات اللي كيسولوا على لي زاكسسوار ديال الحمام، يعني علاقه الفوطه، بابي جينيك، شيشات السنان، حتى هما راه متوفرين محل توب ارتيكل. انا غادي نشوف معكم دابا يعني كاع لي زاكسسوار اللي كاينين اللي ما غاديش يصديو، وميم طون اللي غادي يعني تنفعوا بهم وتعطوا واحد الجماليه تبارك الله في الحمام. كاين هاد الاكسسوار سته ديال البياسات، علاقه الفوطه دايره، علاقه الفوطه طويله ديال بابي جينيك، ديال شيشات السنان، علاقه البينوار، وايضا ديال الصابونه اللي كتخليش الصابونه تعجن مشبكه كما تشوفوا. ها هي كاليتي اللهم بارك، الومنيوم لا تصدأ نهائيا، ثمن 230 درهم فقط. بغيتو هاد لي بياس بوحدهم راه كاينين متوفرين تما محل طوب ارتيكل، الثمن ديالهم 49 درهم. اليوم ان شاء الله غادي نشوف معكم بزاف ديال لي زاكسسوار اللي ما كيصديوش، وغنتفاداو هاد المشكل ديال الصدى بصفه نهائيا. منظمه ديال الفوطات، الومنيوم فيها العلاقات، دير هنا فوطه كبيره، دير هنا الفاطي ديالك، تعلق هنا لي زاكسسوار ديال الحمام ولا هذوك الحلفه ديال الحمام بواحد الشكل انيق وجذاب كما تشوفوا كاليتي اللهم بارك، يعني تبارك الله ما شاء الله. بزاف ديال السيدات داو من عندنا وشكرهم لينا بزاف، داكشي علاش حنا كنحاولوا نجيبوا ما امكن منتجات اللي غادي تدوم عندك مده طويله. الثمن ديالها 180 درهم فقط. عندنا ايضا هذا الشكل هذا حتى هو غادي نشوفوا معكم، حتى هو تبارك الله زوين وعملي وكينظم لينا الفوطات، غير هادو فيه لي بار كيجيو فيه البارات ديالو بحال هكا، باره جوج ثلاثه اربعه، وهنا علاقه ديال الفوطه كبيره، وهنا اللي تعلق لي زاكسسوار ديال الحمام 180 درهم. ما كاينش غير هادشي، كاين بزاف ديال المنتجات اللهم بارك. نشوف معكم اليوم ان شاء الله كاع المنتجات، علاقه الكراطه والشطابه، اكروش بالي، الثمن ديالها 80 درهم، حتى هي الومنيوم لا تصدأ نهائيا. عندنا ايضا لي بروس ديال الطواليت، هادو اللي كيتعلقوا في الحيط اللي لقات واحد الاقبال كبير عند السيدات باليد ديال العود ديال البامبو، الثمن 80 درهم فقط. وعندنا هذه اللي فيها مجير كيتجمع الماء، حتى هي ثمن زوين فيها 70 درهم. السيدات كانوا سولوني بزاف على منظمات ديال شيشات سنان، منظمات ديال بابي جينيك يكونوا بلا حفير، كنصحكم ايكوكو الشهيره فيها 8 ديال البروسات، كتعلق 8 ديال البروسات، كتعلق الدونتيفريس هنايا، كدفع الشيتا كيهبط لك الدونتيفريس، كيسان ديال التشلال، كيلصقوا بالعيار مانيتيك، اللهم بارك، شركة ايكوكو دائما كتبدع وكتخرج لنا تصاميم أنيقة، الثمن كان 280 درنا ليه 230 درهم. عندنا أيضا أوسوو، هاد لاماخ حتى هي تبارك الله فيها 6 ديال الشيتات، حتى هي الكيسان مانيتيك مجير. الدونتيفريس، شيشات سنان، هنا تحط لي تخيك بيرسونال، أهم حاجة أنها كيجي معاه لوطوكولون ديالو كوليس كيلصق في الحيط بدون حفر، بلا ما نحفر الحيط بلا ما نخسر الجليج ديالي، سيرتو الناس اللي يلاه مصايبين الحمام أو بغاو يصايبوا الحمام وبغاو شي كتقوب الحيط مثلا ولا جليج كتخرج في شي جعبة كيدير شي فويت الله يحفظ، اللهم هادو كتعطيهم واحد الديكور زوين وأنيق تبارك الله. فيه ديال جوج كيسان 130 درهم،
وفيه ايضا دي ثلاثه الكيسان، حتى هو فيه مجير، فيه الكيسان ديالو تتنظم هنا شي ثلاث سنان كيلصق حتى هو بدون حفر. تبارك الله ما شاء الله، دائما كنبارطاجيو هاد لي تخوك هادو، تبارك الله زوينين عمليين. هادي تبقى لكم 150، وعندنا ايضا هاد الموديل هذا حتى هو زوين، الكيسان ديالو كيجيو بحال هاد الشكل هذا، شوفوا معايا تبارك الله. هنا ديما الدونتيفريس، هنا شي ثلاث سنان، حتى هو كيلصق بلا حفير، والثمن ديالو كيبقى لكم 130 درهم هاد الموديل هذا. بالنسبه للي زاكسسوار ديال الحمام راه كاين حديش ولا حرج، غنبداو بهادو لي انكاسابل. اكسسوار ديال الحمام انكاسابل، ربعه ديال البياسات ديال الصابونه ديال الدونتيفريس ديال شي ثلاث سنان وديال الصابون ليكيد، ربعه ديال البياسات فيهم ثلاثه ديال الالوان، الابيض الموف والاحمر، عشاق الاحمر. ها هو تا هو راه جبناه لكم، الثمن غيبقى لكم ب 70 درهم فقط. اللي بغى ديال البديع تا هما متوفرين، بادين الثمن ديالهم من 70 درهم، 100 درهم، 120 درهم، كما تتشوفوا ما شاء الله، يعني كم هائل ديال المنتجات وديال لي زاكسسوار اللي غادي تغير الديكور الداخلي ديال الحمام وتعطيكم واحد الديكور اللي زوين ما شاء الله. كاين لي زاكسسوار ديال البلاستيك حتى هما راه متوفرين محل طوب ارتيكل، فيهم البوبيل، فيهم الشيته ديال التواليت، فيهم الصابون ليكيد، فيهم ديال شيت سنان ديال الصابونيه، يعني اونسومبل كامل متكامل. وليه 230 درنا ليهم غير 170 درهم. ايضا كاينه علاقه الصنداله، الاكثر طلبا عند السيدات باش العلاقه ديال الصنداله كتبقى، يعني الصنداله ديال الحمام كتبقى في الحمام. ها هي حتى هي اوتوكولو بدون حفر، تيجيو معاها لي بياس ديالها كما تشوفوا. كنديروا فيها ثلاثه ديال الازواج، كندير هنا وهنا وهنا، وكيتعلق في الحيط بحال هكا، وكنحط على الوقيته اللي كنبغي ندخل الحمام كنهز الصنداله ديال الحمام كنقضي بها الغراض، مي كنخرج كنخلي الصنداله ديال الحمام وسط الحمام باش ما كتخرجش لي هي مع لي بكتيريا وما تتخرجش العفونه خارج الحمام. الثمن 49 درهم. عندنا ايضا العلاقات هادو حتى هما الومنيوم لا تصدأ نهائيا، يعني الحمام ان شاء الله تجي هنا تقدري داكشي ديال الحمام وديه بواحد الثمن زوين، وفي نفس الوقت تاخذي جوده ممتازه. كاين عندنا هذا اللون هذا النحاسي، الثمن ديالو كيبقى لكم ب 90 درهم. وكاين عندنا الكري ديالو، فيه واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه ب 60 درهم ديال الكري ديال هذا، يعني بغيتي على ثلاثه بغيتي على اربعه، يعني كلشي متوفر. ايضا عندنا هذا الروبيني هذا اللي كيدار في الحمام ولا كيدار في لافابو، كما تشوفوا الشكل ديالو فليكسيبل. مثلا عندك الروبيني ديال الحمام قصير، كدير هذا ها هو كتركبو في لافابو، وهذا كتحكم في مستوى ديال الماء اومين طون اتجاه ديال الماء، بغيتي تغسل وجهك بغيتي تشرب بغيتي دير اي يعني نشاط كتدورو في البلاصه اللي بغيتي بواحد الطريقه اللي سهله وبسيطه. وهذا ماشي بلاستيك، هذا اينوكس، الثمن ديالو 99 درهم. عندنا منظمه ديال بابيجينيك اللي كتلصق في الحيط بدون حفر، ايكوكو، شركه ايكوكو الشهيره تبارك الله ما شاء الله، ديما كتخرج الجديد وعندها الجوده اللهم بارك. الثمن 120 درهم. عندنا هذه 100 درهم، وهادو كلهم كيلصقوا بدون حفر بلا ما تحفر الحيط، محتاجش تحفر الحيط، كيجي معاهم لوطوكولون ديالهم. وفيهم دو سورتي، فيهم دو سورتي ديال بابيجينيك وديال يعني الكلينيكس العادي، يعني تبارك الله ما شاء الله كاين واحد التنوع ديال المنتجات محل توب ارتيكل، سواء بسوق القريعه ولا بتطم الليل. سي امين واحد السؤال. مرحبا. بزاف السيدات كيسولوا واش عندكم رشاش ديال الحمام، ما بغاوش يكون اينوكس، مع العلم ان الاينوكس كيسدي لهم بعض المرات، بغاو شي حاجه تكون بلاستيك اللي يتفاداو داك المشكل. مرحبا. بالنسبه للرشاشات ديال الحمام، غادي نشوف معاكم الرشاشات اللي جاوا مؤخرا وكلهم بلاستيك، يعني ما تحتاجش تبدل الرشاش، هذا راه تبارك الله كيبقى مده طويله. اهم ميزه فيه انك تتحكم في المستوى ديال الماء، وفليكسيبل تتستوبي وتحل الماء وتسد الماء من هنايا، الدفع قوي تبارك الله كيخرج واحد التموج في الماء. كاين عندنا هذا الستيل هذا كما تشوفوا، فيه هذا اللون، فيه هذا اللون، فيه هذا اللون، ثلاثه ديال الالوان ها هما تبارك الله زوينين. وعندك التحكم ديال المستوى ديال الماء هنايا بلا ما تمشي للروبيني. وعندنا ايضا هذا الموديل هذا اللي فيه الفلتر ديال الماء، تا هو فليكسيبل تدوره في البلاصه اللي بغيتي،